مالكم اخي محمد؟ هنيا بخير. المهم هي السلعه اخويا اللي قلتلك اياها هادي، السلعه راه ديال اسبانيا ومن قيامة ما كاين فيها لا ديفو لا والو، كاينه شي 1160 حبه. هي كاينه هادي، الكماله ديالها راه هي النيت الفوق. انا شويه غادي نقرب لك الكيس شوف، وكاين هنا عاوتاني تحت السرير، سمح لي راه مظلم شويه الحال، مع صافي ستوكيتها هنايا ما دارليش كيفاش نجبدها على برا باش تشوفها. انا نحاول المهم نوريك. وين انت؟ السلعه مصبنه فيني التمر، راه تمن مناسب اللي يديها ان شاء الله، راه دخل عليه بالخير والربح. فيها من النمرة 19، بادية من النمرة 19 حتى النمرة 38. وحنا ما موجه سلعة ما والو، كيما جاج كيما الحنا لتحت كاع. المهم السلعة راه تهضر على راسها، راه باينة. نحاول نوريك الماكسيموم، نشعل البياس وصا. والجهة الاخرى هي هنا، خلاص راه كينضو شوية. انت بسم الله، صبابط العيالات فيها قلالين، وصبابط غير المكاسان وغير الرطب. كما قلت لك من النمرة 19 حتى النمرة 38 سكيتشرز نايك موكاسا صبنا نقية. المهم اللي شراها غيبيع ان شاء الله، يتوكل على الله ويمشي يبيع. راك عارفة كيما قلت لك من قبل، كنا كنسقطو السلعة في الحانوت والسواق، غير مؤخرا صافي الوالد منين قلت لك دار داك الماسين برا، صافي بغينا نقوم نبيعو جملة ان شاء الله. ايوا المهم انت اخو محمد راه السلعة كتيرة باش نوريها لك كاملة حبة بحبة، راك عارف انت راه عندك تجربة وتفهمني. المهم اللهم يسر. فيها قويت صاش ناري صغار، انا اللي كتساني السلعة ما كاينش ديفو ما كاينش، والثمن راه مزيان. بلايص اخرين راه كيبيعوا السلعة اكثر من الثمن، قلت لك انا هانتي انا نجبد من التحت باش يقول لك شي واحد موجهين السلعة ولا ميونخ مايك تنسميت كيش الديفو ها مندل مايك. كاينين بياسات طالعين ديالها هانت مايك دوريج، هذا باقي جديد بالبلاكة ديالو، خوه لي فيه البلاك. السلعة تبارك الله كتشوفها كتعجبك،
بيكولينوس. هذا خلاص فيه وقيل غي حبه الكبسته الرايبوك. هذا بقي جديد. المهم ان شاء الله اللي بغى يتوكل على الله فهاد السلعه راها مزيانه. الكماله ديال اخو محمد هي هنا الفوق، راك عارف مع المساحه شويه قليله ما كيعدل ليناش نحطو السلعه كامله في الارض. ها انت عاوتاني الكاب بيم صندل، ما فيهاش صندلة بزاف، فيها شي صندل يقلع محسوبين. السلعة مصبنا